في وقت حذر فيه المجتمع الدولي من تزايد نذر انزلاق المنطقة لحرب أوسع تشمل مواجهة شاملة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت رفضه الانضمام إلى مبادرة روج لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف التصعيد على الجبهة الشمالية وإنهاء حالة التوتر المتزايدة بين تل أبيب وحزب الله اللبناني. وستشكل فرنسا والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي بموجب مبادرة ماكرون مجموعة اتصال للعمل على نزع فتيل التوتر على الحدود الفلسطينية المحتلة مع لبنان. هذا وعبر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من تزايد نذر التصعيد على الجبهة الشمالية، بينما تسعى واشنطن لعدم اتساع نطاق الصراع. أعود لك دكتور خنفر، هل نحن أمام تصعيد محسوب أم يمكن القول بأنه تصعيد قد ينزلق لحرب في أي لحظة؟ وانزلق. أنا رأيي المتواضع جدا، يعني تسميات بأنه عملية عسكرية من طرف دولة الاحتلال وجبهة إسناد تجاوزت من طرف منذ زمن، يعني منذ زمن حقيقة، منذ أشهر طويلة. التصعيد الآن هو فرض قواعد جديدة لما يسمى بقواعد الاشتباك. الآن صفت تحت النار، حيفا تحت النار، صحيح. الناصرة كانت تحت النار قبل حوالي أسبوع أو 10 أيام. كثافة النيران تتوسع بطريقة غير مسبوقة. قبل يومين كانت الأعنف في ضربات المقاومة في الداخل المحتل منذ عام 2006، وعام 2006 نحن نعرف أنها مواصفات سميت بالحرب العربية الإسرائيلية السادسة. إذن ماذا تبقى لنسميها حربا؟ هل هو الإعلان الرسمي؟ أنا بالقطع يعني أؤكد بأن هذه الحرب هي تتجاوز مفهوم التصعيد. طبعا هذا هي حرب مشتعلة، وحرب على ما أعتقد عندما تقرأي بدقة ما يكتب بالصحف العبرية للمحللين العسكريين الوازنين، هم يعرفون معرفة تامة بأنهم الآن وصلوا إلى عقدة المنشار. هذا المنشار لا يتحرك لا يمنة ولا يسرى، وإنما كل ما يحتاج إما أن يتم كسر هذا الخشب وتخليص المنشار أو البقاء عالقين في هذا الظرف. وأنا أعتقد بأن إسرائيل الآن هي في مرحلة عقدة المنشار، فلا هي قادرة على مهاجمة لبنان لأن ذلك فعليا سيفتح النار يعني بدون أي ضوابط، وستتوسع الحرب لما وراء لبنان. الخوف بالنسبة للأمريكيين والفرنسيين هو لما وراء لبنان، ولهذا أقول أو أتبنى نظرية أن أي مبادرة أمريكية هي لحماية إسرائيل من نفسها وليس لأي شيء آخر. دكتور طارق عبود، يعني هل ما يحدث حقيقة على الجبهة الشمالية كما تفضل الدكتور نهاد خنفر يتجاوز فعليا مرحلة التصعيد في هذا المشهد الغير مسبوق على هذه الجبهة؟ يعني طبعا هناك ارتقاء في العمليات العسكرية حتى في المساحة الجغرافية، يعني أحيانا يتجاوز أحد الطرفين ولا سيما الطرف الإسرائيلي المساحة المتعارف عليها أو المتفق عليها بين مزدوجين في الحرب منذ 9 أشهر، ولكن يعني تبقى منضبطة لأن الطرف الإسرائيلي يخاف حقيقة من يعني خرق السقوف الموضوعة وفتح الجبهة على مصراعيها. طبعا كانت الرسائل في اليومين الماضيين رسائل نارية كبيرة جدا ورسائل ردعية للإسرائيلي بأن عليك أن تنظر جيدا وتقرأ جيدا الجبهة الشمالية. هذا غيض من فيض، ما سيحدث إذا سولت لك نفسك بأن تفتح الحرب على الشمال كما يدعو سموتريتش وبن كفير وجانتس أيضا أمس، يعني دعا أنه دعونا نحرق لبنان. هذا كلام كان يقال سابقا، اليوم أمام المقاومة في لبنان هذا الكلام يعني على الإسرائيلي أن يبتلعه، وهو ابتلعه وأصبحوا يعني في مكان ما تندر عليهم الإسرائيليون من جراء هذه التهديدات. يوآف جالانت هددوا لبنان أكثر من 46 مرة ولا يستطيع ذلك، لأنهم يعرفون كما قال ضيفك الدكتور خنفر قبل قليل لأن هذه الجبهة لن تبقى فقط بين إسرائيل وبين لبنان، سيحضر لواء فاطميون وزينبيون الأفغان والسوريون واليمنيون والعراقيون
كل هذه يعني والإيرانيون أيضا سيكونون في هذه الجبهة، وسيكون الوبال على إسرائيل. لذلك هي منضبطة اليوم، ولبنان يضغط على إسرائيل في الجبهة الشمالية لكي توقف الحرب على قطاع غزة. هذا هو الدور الوظيفي للجبهة الشمالية حقيقة. شكرا جزيلا لك دكتور طارق عبود الباحث في العلاقات الدولية من بيروت على هذه المشاركة. أرحب بضيفي الدكتور رائد الدبعي أستاذ العلوم السياسية من نابلس. أهلا بك دكتور رائد معنا. ما يحدث على الجبهة الشمالية برأيك هل يوصف أنه تصعيد محسوب أم تصعيد قد ينزلق لحرب، أم أن الأمور فعلا يعني تجاوزت هذا المشهد بمفهوم الحرب؟ أهلا بكم. من الواضح أن هناك تصعيد واضح على جبهة الشمال، وهذا له علاقة بقضيتين أساسيات. أولا المساحة التي أضحت تحت نيران المقاومة في مقاومة حزب الله ازدادت بشكل واضح منذ 7 أو 8 من أكتوبر حتى اليوم. مساحة الأرض التي ضربت والمدن الإسرائيلية التي أصبحت تحت النيران، هذا من الناحية الأولى. الناحية الثانية الأسلحة المستخدمة، يعني هناك موقع إسرائيلي يحمل الرقم 769. الإعلام الإسرائيلي تحدث كثيرا كيف كان لصاروخ واحد لدى المقاومة الإسلامية من حزب الله أن يعني يضرب بهذا الشكل وبهذه القوة. هناك أيضا تطور نوعي من حيث دقة الأهداف ومن حيث قدرة الطائرات المسيرة لدى حزب الله على المناورة وعلى تخطي الرادارات الإسرائيلية وعلى ضرب الأهداف بدقة عالية وبفعالية كبرى. وبالتالي إسرائيل تعلم تماما أن جبهة الشمال تختلف تماما عما هو الحال مما يتعلق بجبهة قطاع غزة. جبهة قطاع غزة اليوم يعني بعد ما يزيد عن 250 يوم من العدوان، السلاح المتوفر لديها يختلف، الجبهة المفتوحة والجوار مختلف مع حزب الله. هناك قوة في الإمداد، هناك دقة في المعلومات، وهناك أيضا قوة نيران كبيرة وكبيرة للغاية. وهذا يعني يمكن إثباته إنه ما يزيد عن 150 ألف مواطن إسرائيلي لا زالوا حتى اللحظة يعني منذ ما يزيد عن 7 أشهر خارج منازلهم على جبهة الشمال. هذا تحدي كبير لنتنياهو ولآلة الحرب الإسرائيلية. وأنا أعتقد إنه يعني الإسرائيلي لا يريد أن تندرج الأمور إلى حرب مفتوحة لأنه يعلم تماما مآلات ذلك. لكن من حيث المبدأ اليوم قوة الردع الإسرائيلية أصبحت مهددة، وصورة إسرائيل كدولة قادرة على توفير الأمن لمواطنيها أصبحت مهددة، وبالتالي الخاسر الأكبر مما يجري هو صورة إسرائيل وقوة ردعها. وبالتالي أنا أعتقد أن إسرائيل في كل يوم يعني تخسر أكثر، والمقاومة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو على جبهة الشمال تسجل أهداف استراتيجية على المستوى العسكري أو على المستوى الذي له علاقة بالردع وبتوازن القوى في الشمال أو في الجنوب. نعم دكتور نهاد، لماذا كل هذا الهجوم من الاحتلال الإسرائيلي على المبادرة الفرنسية وتصريحات ماكرون حول ذلك؟ لا، هم يتوقعوا أولا أن تبقى فرنسا على ذات الخط وعلى ذات الموجة التي تبنتها منذ 7 أكتوبر. يعني في أول شهرين من 7 أكتوبر كانت فرنسا مع الأمريكيين تماما، وبالتالي كان هناك مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة للساسة الإسرائيليين بأن فرنسا تخط طريقا جديدا، وربما أن فرنسا أصبحت قريبة إلى طرح المبادرات وتحدثت أيضا عن قابلية أو أحقية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي قد تكون من المفاجآت التي لم يحسب الإسرائيليون حسابها على الإطلاق، لأنها أولا هي دولة من الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر من الدول الدائمة في مجلس الأمن، وبالتالي الصوت الذي يخرج من فرنسا يختلف اختلافا كبيرا عن أي صوت يخرج من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي بالقياس مثلا إلى الوزن الألماني أو الوزن البريطاني في الاتحاد الأوروبي. ولهذا فكل المبادرات هذه بالنسبة للإسرائيلي تعطي مؤشرات جديدة
بأن الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي بدأت تأخذ منحاً انزياحياً عن ما كانت تأخذه تاريخياً. فرنسا بشكل عام، ونتذكر هنا فرنسا دي جول على سبيل المثال، هي اختطت فعلاً طريقاً أكثر قرباً إلى تفهم الحاجات والقضايا العربية، وكانت عبر يعني مسلسل من الرؤساء فيما بعد، فرانسوا ميتران لجاك شيراك باستثناء ساركوزي، يعني بدأ الانحدار من أيام ساركوزي. كل هؤلاء الرؤساء أخذوا مقاربة مختلفة تماماً، بحيث كانت قريبة فعلياً من القضية الفلسطينية، وخصوصاً أيام جاك شيراك يعني كانت الذروة بالنسبة للمواقف الفرنسية. ولهذا أعتقد أن الإسرائيليين يخشون خشية تامة أن تقف فرنسا هذا الموقف، وبالتالي تشكل خسارة كبيرة جدا لدولة ذات وزن حتى الآن على الساحة الدولية وفي الساحة الأوروبية. طيب دكتور رائد، يعني هل يمكن يعني أن تنجح هذه المساعي التي فشلت مسبقا حقيقة من قبل الفرنسيين والأمريكيين بالتوصل لتهدئة على جبهة لبنان منفصلة تماما عما يحدث في قطاع غزة؟ آخر هذا الحديث المبادرة الفرنسية مع الأمريكيين لمحاولة إيجاد سبيل لتهدئة الوضع على هذه الجبهة. يعني احنا استمعنا الى وزير الجيش الاسرائيلي الذي صرح بشكل واضح الى رفض اسرائيل للمشاركه في اي صحيح. توجه تكون فرنسا جزء منه، متهما فرنسا بانه يعني دوله ضد اسرائيل. اليوم من الواضح للغايه بانه اسرائيل اصبحت ضمن الدول التي تهدد حتى المعايير الليبراليه التي خططها الدول ما بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أنه هي قد لا تكون تلك القيم هي قيم عادلة، لأنه قيم يعني أوجدها المنتصرون بالحرب العالمية الثانية، لكن حتى العالم اليوم لم يعد يستطيع أن يدافع عن هذا اليمين المتطرف داخل إسرائيل أكثر من ذلك، لأنه أصبح أولا يهدد الأمن والسلم في المنطقة، يهدد مصالح تلك الدول، ويهدد القيم التي يعني لا تستطيع تلك الدول أن تنزاح عنها بسبب التزاماتها الدولية. وبالتالي إسرائيل اليوم أصبحت خطر على نفسها، ومن الواضح للغاية بأن يعني فرنسا وبريطانيا وحتى ألمانيا التي يعني أشار وزير خارجيتها بشكل يعني واضح للغاية وبشكل مباشر حينما سئل إذا وجهت إذا وجه الاتهام وطولب نتنياهو بأن يسلم نفسه لمحكمة العدل الدولية، قال نعم سنقوم بإيقافه وسنقوم بواجباتنا بهذا الإطار. لم يعد بالإمكان لا لأوروبا ولا للولايات المتحدة الأمريكية أن تدافع عن إسرائيل أكثر من ذلك، لأنه الهدف أو الخطر الأكبر الذي أضحى يهدد إسرائيل في الوقت الحالي هو إسرائيل نفسها وهذه القيادة اليمينية الدينية المتطرفة. وبالتالي إسرائيل اليوم يعني تضرب بعرض الحائط كل المعايير الدولية وكل النظام الدولي، ولكن من حيث المبدأ هذا لن يؤدي لا إلى أمن أكثر ولا إلى استقرار في المنطقة، لأن إسرائيل لا تستطيع أن تهدئ جبهة الشمال بمعزل عما يحدث في قطاع غزة. حزب الله واضح للغاية في اليوم الأول لمشاركته في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني قال أنا سأشارك من أجل أن يوقف هذا العدوان على قطاع غزة، وبالتالي أنا لا أرى أنه أي مسار أحادي الجانب دون إيجاد حل أساسي للعدوان الأساسي المتمثل بحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سينجح، ولا أرى أن إسرائيل قادرة على خط مسارات أحادية في هذا الإطار. الفيل الذي يملأ الغرفة والمشكلة الأساسية يتمثل في حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بشكل آني، لكن المشكلة الأساسية أيضا تتمثل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس في هذا الإطار. شكرا جزيلا لك دكتور رائد الدبعي، أستاذ العلوم السياسية من نابلس، على هذه المشاركة.